بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. الفرقة الثالثة في المحاضرة الثالثة، معاكم دكتور عصام قنديل. النهاردة هنتكلم عن المحسنات العضوية أو Organic Amendments. المحسنات العضوية هي عبارة عن نواتج لمخلفات الزراعة والمخلفات الصناعية الناتجة أو المرتبطة بالإنتاج الزراعي، زي مخلفات قصب السكر، صناعة قصب السكر أو بنجر السكر أو صناعة الاستيفيا أو بعض صناعات العصائر المربات والزبادي أو مخلفات صناعة الزيوت أو غيرها من المخلفات الناتجة عن مثلا تعبئة المصانع، بتقوم بتعبئة الموالح، البرتقال أو تعبئة الخضروات زي الفراولة أو غيرها. المصادر العضوية المتاحة عندي روث الحيوانات أو مخلفات المزرعة ومخلفات الإنسان ومخلفات المحاصيل والمواد الصلبة المجاري أو إيه بيسموها الحمأة. المخلفات دي أو الأسمدة، الأسمدة ما يطلق عليها الأسمدة العضوية أو المخلفات العضوية، تختلف في محتواها من العناصر الغذائية، وبتكون قليلة في العناصر الغذائية وبطيئة في التحلل، ولكن بتبقى مهمة جدا خاصة في الأراضي الصحراوية، لأنها بتعمل احتفاظ للتربة بحوالي 200%، وبتزيد من تهوية التربة، بتزيد من النشاط الميكروبي للتربة، وبتزيد من تحمل النباتات للعطش أو لنقص المية، وده بيفيدني في التوسع الزراعي بهذه الأراضي. أول سماد عندي سماد المزرعة أو سماد البلدي أو فارم يارد مانيور أو FYM. FYM سماد المزرعة، وسماد المزرعة مقصود بالخليط من مخلفات المزرعة اللي هي خليط مخلفات المزرعة اللي هي الحيوانات زائد الفرش. وعموما الحيوانات المقطرة وحيوانات النقل أو الدواجن أو سماد المزرعة بيستعمل طازج أو بعد تخزينه في أكوام، وأحيانا يتم فصل البول عن المخلفات الصلبة، ولكن يفضل ان هو يخزن لفترة كويسة، وبعد كده استخدمه على يكون حصل له تحلل، ولا يفضل ان هو يكون ايه طازج. غالبا الفرشة بتبقى جزء من التراب او قش الرز او نشارة الخشب او مخلفات حطب القطن أو حطب الذرة، أي مخلفات زراعية بحطها تحت الحيوان كفرشة. القيمة الغذائية بتختلف من مخلفات المخلف، من مزرعة لمزرعة، من حيوان إلى حيوان، حتى عمر الحيوان بيتحكم في اختلاف محتوى هذا المخلف من العناصر الغذائية. غالبا ما تفرز الحيوانات المزرعة حوالي 80-90% من العناصر اللي في العليقة، وتستهلك حوالي من 10-20% من العناصر اللي في العليقة، وتفرز الباقي في روث وبول الحيوانات. طبعا المواد المفرزة دي بتبقى على أساس الوزن الحي للحيوان، قد تمثل 1% بالنسبة للأبقار، 7 من 10 لحيوانات التسمين، وهكذا. وتختلف كمية الإيه كمية السماد على حسب الإيه متوسط الحيوان اللي عندي. لما نيجي بقى نتكلم عن السماد الماشية أو السماد البلدي، أحد الفارم يارد مانيور، وما يطلق عليه في مصر بالسماد البلدي، ويطلق عليه بالسماد السباخ بالسباخ، وهو جاي من روث وبول الماشية والحيوانات الأخرى، حمير، أغنام بلس أو زائد الفرشة،
والفرشة دي بتكون أساسا من تراب، أو قد يستعمل قش رز خاصة لحيوانات اللبن أو الخيول كفرشة لامتصاص المخلفات. الطريقة التقليدية اللي بيعملها الفلاح إن هو بيختار مكان وبيعمل فيه الفرشة مع الخلطة وبيطلعهم في مكان واسع وبيعمل له بارتفاع معين، وبعد كده يسيبه في الهواء أو يغطيه لفترة ممكنة، وبعد كده ينزله في النباتات. فغالبا تتلخص طريقته: أول حاجة بيدك الأرضية الحظيرة جيدا، دكها، ودلوقتي حديثا بيبلطوها وبيعملوها بأسمنت أو خرسانة، وبيحط الفرشة، ومن كام كل كام يوم كل شهرين ولا حاجة يطلع الفرشة دي مع السماد ويرميها في المكان في مكان بعيد، يا إما يغطيه يا إما يسيبه مكشوف. والأفضل طبعا إن إحنا إيه إن إحنا نغطيه علشان منع للتطاير. السباخ لو ترك في العراء دون ترطيب أو تغطية فيفقد جزء من محتوياته من العناصر دي. غالبا ما يطلق كلمة السباخ على سماد الماشية اللي هي الأبقار والجاموس، والسبلة على سماد اللي هي سماد الخيول. وطبعا طبيعة التغيرات الحديثة بالسماد البلدي تتشابه مع التغيرات اللي بتحدث عند تحلل المخلفات النباتية والحيوانية، لأن هو أصلا مركب من مخلفات المخلفات النباتية والحيوانية. وقلنا لو حصل بيحصل تطاير، التطاير ده على حسب تعرض الكومة أو السباخ اللي عندي للجو أو للهواء أو لفترة طويلة. والجدول هيوضح هنا عندي مصدر سماد المزرعة في مصر والهند وأوروبا، وهنا في مصر والهند مخلوطين، وأوروبا طبعا بيفصلوا المخلفات عن بعضها الصلبة والسائلة عن بعضها، وتختلف مين وتختلف الفرشة كمان، ده هنا تراب وهنا جزء من الروث وإيه جزء من الإيه من الروث. الجدول بيقول إن تختلف نسب النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم على حسب مصادر أو روث الحيوانات في باختلاف الإيه باختلاف البلاد وباختلاف الفرشة. هنا الجدول ده بيوضح الليميتد أو الرينج بتاع كل نسبة من النسب المفروض لا تقل ولا تزيد عنها في السماد البلدي. وأهم حاجة نعرفها إن وزن المتر المكعب من هذا السماد من هذا السماد البلدي لا يقل عن 700 جرام إلى 740 جرام لحد 750 جرام وزن. طبعا احنا قلنا الطريقة التقليدية. الطريقة بقى الجيدة علشان تخزن السماد البلدي بناء حظائر أو ليها تندات، الحظائر بتبقى ليها تندات، ونستك أو نعمل أرضية الحظائر دي بالأسمنت خرسانة أو بحاجة غير مفيدة للسوائل. والفرشة ما تكونش تراب بس، ولكن تكون خليط من القش الأرز والتبن وحطب الذرة الشامية والقطن بعد تكسيره أو فرمه مع جزء من من التراب، وتوزع الفرشة دي متجانسة تحت الحيوانات. ويفضل إن أنا أضيف جبس زراعي وسخ فوسفات، لأن كبريتات الكالسيوم بتحد من فقد الأمونيوم، وإن الفوسفات بيتحول من الصورة صعبة الامتصاص إلى صورة سهلة الامتصاص، يعني من صورة ثلاثية إلى صورة أحادية وثنائية ميسرة للنبات. يفضل إبقاء السماد لمدة طويلة عشان في الحظائر عشان يقلل من فقد عملية الفقد من العناصر الغذائية. سماد الدواجن أو سماد الكتكوت أو ما يسمى بالرسمال،
ده منتشر في مصر، مزارع الدواجن سواء كانت بياض سواء كانت تسميد، وتختلف مخلفات المزارع باختلاف النوع العليقة، باختلاف نوع الكتكوت، باختلاف وزنه، باختلاف الطائر اللي عندي، كمان باختلاف الفرشة اللي بيحطها المزارع سواء كانت تبن قمح أو تبن فول أو نشارة خشب، وتختلف محتواها في العناصر الغذائية من مزرعة لمزرعة، ومن من تربية لتربية، أو سماد الدواجن عن سماد التسمين عن سماد البياض. ومخلفات الدواجن، الدواجن البياضة بتتميز بارتفاع نسبة الرطوبة بتاعتها 65 مقارنة بالسماد التسمين. حتى المادة العضوية بتزيد فيها 75 ايه في المية. طبعا مصر بتنتج كمية كبيرة قد تصل لاتنين وستة من عشرة اتنين وستة من عشرة مليون متر مكعب سنويا. وأسمدة الدواجن نسبتها عالية من النيتروجين ومن الايه من العناصر الغذائية ال NPK والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنغنيز والزنك والنحاس، اللي بتكون ميسرة للحيوان. تعال نقوله إن سماد الدواجن الوزن المتر المربع بتاعه المفروض لا يقل عن 575 كيلو جرام، يعني قول 600 كيلو جرام. ووزن السماد الماشية أو السبلة لا تقل عن 700 كيلو جرام للمتر المكعب، ولا تزيد درجة القلوية ودرجة البي اتش الحموضة عن 6%. تعال نقوله إن سماد الدواجن ليه قدرة على إن هو يساعد النبات على تحمل الملوحة، خاصة ملوحة المية اللي قد تصل إلى 3000 جزء في المليون، أو بيدي التحمل للنبات لهذه الملوحة. تعال نقوله إن سماد الدواجن محتواه عالي من العناصر الغذائية سواء كانت العناصر الكبرى أو العناصر الصغرى اللي هي الماكرو أو المايكرو نيوترينتس، سريع التحلل، ده مقارنة بسماد السبل أو السباخ أو سماد الغنم كمان، سريع التحلل، محتواه عالي من العناصر الغذائية سواء صغرى أو كبرى، بيدي النبات تحمل للملوحة، سريع التحلل، وكمان بيدي التربة احتفاظ بكمية إيه بكمية مية كتيرة. بعد كده أو تالت حاجة سماد طبعا في سماد الغنم اللي هو الناتج من الغنم، والسبل اللي هو الناتج من سماد الإيه الخيول. الحاجة اللي بعد كده سماد قمامة المدن أو المقمورة بتاعة القمامة. والقمامة أو الزبالة هي جميع المخلفات سواء كانت حيوانية أو سواء مخلفات البيوت والمصانع والمجازر وغيرها، دي بيسموها الزبالة بمكوناتها اللي احنا هنقولها دلوقتي. كل الدول المتقدمة بتعمل استفادة تامة، وقلنا بعض الدول تلت اقتصادها بيعتمد على التدوير أو عملية الريسايكلينج بتاعة المخلفات سواء كانت زراعية أو صناعية أو مخلفات البني آدمين أو سماد القمامة. عندي كذا هدف عند تحويل قمامة المدن إلى سماد عضوي، منها المحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث في حالة وجود القمامة أو الزبالة، منع انتشار الأمراض المعدية والأوبئة اللي بتنتج من تراكم القمامة، زيادة الإنتاج عن طريق إن أنا بزود خصوبة التربة، بزود المادة العضوية في التربة، بزود التربة من احتفاظها من المية، احتفاظها بالعناصر الغذائية، بزود
السعة التبادلية والتربة، وبالتالي كل ده هيأثر على نمو النباتات، وبالتالي هيأثر على الإنتاجية في النهاية. موضوع القمامة ده من المواضيع الهامة أو أحد المشاكل القومية في معظم محافظات مصر وفي بعض البلاد، فكان لازم متخصصين يهتموا بالجزئية دي ويحولوا حاجة ملهاش قيمة إلى جزء اقتصادي مهم جدا زي الدول الأوروبية اللي بتعتمد على تلت اقتصادها من ريسايكلينج. قمامة المدن تختلف على مخلفات المدن، تختلف على حسب من مدينة لمدينة، من شارع لشارع، من حي لحي، من بيت لبيت، من منطقة لمنطقة، من محافظة لمحافظة، من قرية لقرية، تختلف على حسب الذوق الاستهلاكي أو السلوك أو على حسب مستوى المعيشة، المستوى الإيه؟ معيشة الأسر والأفراد. وهي عبارة عن مواد مهملة، أحجار وأتربة ورمال وقطع خشب ومعادن وقماش وبلاستيك ومطاط وزجاج، وكل الحاجات دي مختلطة إلى بقايا نباتية أو أخرى حيوانية. تعال نقوله إن المخلفات الناتجة من المدن الكبرى زي القاهرة بتصل 12 مليون طن قمامة سنويا، يعني في المتوسط على مستوى الجمهورية كده يقاس متوسط الشخص من القمامة من 600 أو في المتوسط نص كيلو جرام 500 جرام، وده بيتباين على حسب مستوى معيشة الأفراد وعاداتهم الاجتماعية. طرق التخلص من القمامة عندي ثلاث طرق. أول طريقة إن أنا بستخدم القمامة دي في ردم البرك والمستنقعات، وده تم في ردم جزء من بحيرة مريوط، ودلوقتي إحنا بنعاني. حرق القمامة في أفران خاصة عشان أحول الطاقة الحرارية الناتجة عنها إلى طاقة كهربائية، أو هعمل القمامة إلى سماد عضوي. ده مشروع قومي ومشروع ممتاز جدا من الناحية الاقتصادية، و بيوفر لي سماد عضوي، بيحسن لي من التربة، بيزود لي المادة العضوية في التربة، بيحسن لي من قدرة النباتات على تحمل الظروف العطش، بيحسن لي من احتفاظ التربة للمية، وبيزود لي في الآخر نمو وإنتاجية المحاصيل. طبعا عندي كذا مصنع في محافظات مصر، في القاهرة وفي اسكندرية وكفر الشيخ وفيوم، مصانع تحويل قمامة المدن إلى سماد عضوي. مراحل بقى تحويل القمامة بتبدأ بمرحلة الفرز والتصنيف، ومعظم البلاد المتقدمة بتعمل عملية الفرز والتصنيف في البيت أو قبل ما يروح المصنع، ولكن عندنا في مشكلة في عملية الفرز والتصنيف. بعض الأحياء وبعض الكليات عملوا هذا مشاريع كتير عن القصة دي، وجابت نتائج كتيرة وجابت نتائج إيجابية كتيرة. فعملية الفرز، فبجمع القمامة كلها على بعضها، وبعد كده بفرز بقى الكرتون لوحده والبلاستيك لوحده والمعدن لوحده والزجاج لوحده وهكذا. بعد كده الحاجات القابلة للتخمر أو القابلة للتحلل بعمل لها طحن وأحطها في أقوام مع الترتيب، وبقطعها بأجهزة ميكانيكية وأضيف بعض الكائنات الدقيقة علشان تعمل عملية التحويل إلى مواد عضوية دبلية. عملية تحويل القمامة دي بتتم بكذا طريقة، في وجود الهواء بيسموه تخمر هوائي شبه هوائي، في وجود جزء في وجود جزء في ما فيش هواء في غياب الأكسجين، والتخمر اللاهوائي في غياب الأكسجين. وأهمهم التخمر الهوائي، لأن التخمر الهوائي بترتفع درجة الحرارة، فبيقلل لي من مدة الإيه بيقلل لي من مدة التحلل ومدة التخمر، وما بيجيبش روائح كريهة، وبيقتل لي جميع الحشرات الضارة وبذور الحشائش والطفيليات الممرضة النتيجة لارتفاع درجة الحرارة قد تصل 75 درجة مئوية.
وبيزود لي، وهذا يزود لي بينتج روائح غير كريهة، وبيزود لي سرعة ومعدل التخمر، وبالتالي بيزود لي كفاءة المساحة اللي أنا هشتغل عليها، على عكس التخمر اللاهوائي في غياب الأكسجين بيديني ريحة كريهة نتيجة من كبريتوز الهيدروجين، والفترة بتبقى أطول في عملية التخمر والتحلل وتصنيع السماد عن التخمر اللاهوائي. ويرجع الكلام ده إن الطاقة الحرارية قلناها في التخمر الهوائي بتبقى أكبر، وبالتالي بتسرع عملية الإيه التحلل. التخمر اللاهوائي جزء يجمع بين الطريقتين، وعموما الأفضل في اللاهوائي، في الهوائي وإنك درجة حرارة قصر مدة التخمر استفادة من الكم الهائل من قمامة المدن والحصول على كفاءة عالية لهذه للمساحة. ده الجدول ده بيوضح أقول الحاجات الناتجة أو نواتج التخمر الهوائي واللاهوائي سواء من مخلفات نباتية أو الحيوانية. فهنلاقي عندي مركبات كربوهيدراتية ونيتروجينية سورية كبريتية. هنلاقي المسؤول في الظروف اللاهوية عن تكوين الرائحة القاهرة الكريهة اللي هو كبريتوز الأيدروجين. كده نبقى خلصنا الجزء بتاعنا والمحاضرة بتاعتنا. هنتكلم بعد كده عن طرق بقى التصنيع وأفضل طرق التصنيع أو تحويل قمامة المدن إلى سماد عضوي. أشكركم على حسن المتابعة. طبعا إن شاء الله هنعمل كويس صغير كده عشان نشوف الناس متابعة ولا لا، ونشوف الناس اللي إيه، وهناخد عليه درجات، ويا ريت الناس كلها تلتزم. وأتمنى لكم كل خير وكل توفيق. مع السلامة.